السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نقدموا لكم ليكيش، طريقه سهله وليكيش معمرين بالكفته كيحمقوا عليهم الوليدات والكبار. نبداو على بركه الله. عندنا المقادير: نص كيلو نتاع هاند فورس، قبيصه ديال الملحه، بيضه، الزبده 3 ديال المعالق، والماء بارد للجمع. وغادي نديروا البزار باش نسمو هاد ليكيش. بسم الله. غادي ناخذ الزبده، غادي نرملو هاد الطحين، العجينة ديالنا، الزبدة تكون باردة باش هاد ليكيش ديالنا يطلعو مزيانين. نديرو البزار. ماما ملحة، نجمع العجين ونخليوها ترتاح. نوقف بيسو لفن ونخليوها ترتاح. خليوها ترتاح، نديروها في الثلاجة واحد ساعة ديال المكانة. غادي ندوزو ان شاء الله دابا للتعميره نتاع ليكيش. عندنا فلفله خضراء وحمراء، صفراء، عندنا بصله مشلضه، شويه ديال المعدنوس، عندنا هنايا لي شامبينيون، 200 غرام تاع الكفته، والزيتون مقطع. بالنسبه للعطريه عندنا التحميره، عندنا الكمون، عندنا الملحه والزيت والابزار. وهنايا عندنا الهريسه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش اللي ما حبهاش صافي بلا ما يديرها. دابا غادي ندوزو باش نشحروا هادشي كامل. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في التشحر. غادي نلوحو البصله، بعد ما نزلت لنا شويه البصله غادي نضيفو دابا الفلافل.
لينا البصله والفلافل، غادي نضيفو دابا الكبشه. غادي نضيفو دابا المعجنة. لي شامبينيون غادي نضيفو كذلك الزيتون. نشحرهم واحد شي شويه عاد نضيفو العطريه. بلاتي شد بعدا ما كتصورش راه كنهضر. غادي نضيفو دابا العطريه تحميرة، كمون، الإبزار، الملح، ورص معلقه نتاع الهريسه. هنا ها هي دابا وجدات، غادي ندوزو دابا باش نصايبو لي كيش. كيشكنا طيبة، عمرناهم بالحشوة وزوقناهم بالفرماج والزيتون. كيبقى تزين على حسب كل واحد والذوق ديالو. بعد ما دخلناهم الفران، عمرناهم ودخلناهم الفران وطابو، هذا هو الشكل النهائي اللي كيجيو عليهم. بالصحة والراحة.